نتابع الآن مطالبات من ناشطين في محافظة نينوى لرفع أجور عمال النظافة وشمولهم في الضمان الاجتماعي. إن شاء الله تكونوا بخير. احنا بكل الاحوال اليوم فعاليه من ضمن سلسله فعاليات الشباب الموصل قاموا بها ولا زالوا يقومون بها ورواد. الوقفه اللي راح تصير هي جزء من سلسله فعاليات صارت على مستوى العراق. هاشتاج انتشر انه رفع اجور عمال البلديه مطلب شعبي. احنا اكيد في محافظه نينوى كشباب الموصل سباقين لهكذا مبادرات. اليوم عمال البلديه هاي الفئه الضعيفه جدا، بامس الحاجه الى وقفه حتى نطالب برفع اجورهم، حتى نطالب بشمولهم بالضمان الاجتماعي، حتى نطالب بان يكون عندهم حقوق حتى يقدرون يشتغلون. احنا عندنا اليوم تسرب من العمال ما دا يشتغلون، اكو عمال دا يستلمون بالشهر 50,000، اكو عمال دا يستلمون بالشهر 80,000. هاي السوالف ما توكل خبز، يعني يفترض انه اليوم نقلب الصفحه ونبدي ننطي فد دعم لهؤلاء.